الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الذي يعتبر جزءاً من أمن مصر القومي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على أهمية الإعلام الرشيد في توعية الشعوب في مواجهة محاولات بث الفرقة والانقسام. بتوجيهات من الرئيس، اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي في بنغازي. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة مشاهدينا، أهلا بكم. والبداية معك إنجي، أهلا بك. أهلا بك أحمد، أهلا بكم مشاهدينا. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرنس تلقاه من رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين، رحب بفتح آفاق جديدة للتعاون مع ماليزيا. وخلال استقباله وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يجمع بين مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وعلى موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذي يعتبر جزءا من أمن مصر القومي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا عبر تقنية الفيديو كونفرنس من السيد محي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد أكد السيد رئيس وزراء ماليزيا تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون الثنائي مع مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي، وذلك في ضوء التطور الكبير واللافت في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، والذي تجسد في سلسلة المشروعات القومية الكبرى والتي توفر فرصا عديدة واعدة للتعاون والاستثمار، وهو الأمر الذي يهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين الصديقين وإعادتها إلى المستوى المأمول. من جانبه رحب السيد الرئيس بفتح آفاق جديدة للتعاون مع ماليزيا، خاصة على المستوى التجاري والصناعي، في ظل وجود آفاق رحبة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، فضلا عن كون مصر البوابة الرئيسية لدول القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وبالمقابل تعد ماليزيا البوابة الأساسية لمنطقة الآسيان. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث حول تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا على الصعيد الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وفي مجال التعليم الديني في ضوء مكانة الأزهر الشريف والأهمية التي يحتلها في ماليزيا كمنارة لنشر صحيح الإسلام الوسطي المعتدل، إلى جانب التباحث حول سبل تعزيز الاستثمارات الماليزية إلى مصر بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من امتيازات وحوافز في هذا القطاع الاستثماري، لا سيما في مجال صناعة السيارات والإلكترونيات والطاقة، وذلك في إطار المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة من خلال البنية التحتية والإنشاءات. كما تناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث ثمن رئيس الوزراء الماليزي التحركات المصرية التي أفضت إلى وقف التصعيد وتحقيق التهدئة المرجوة في قطاع غزة، وكذلك المبادرة المصرية بإعادة إعمار القطاع، وكذلك المساعي المبذولة من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بشكل عاجل وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية. وقد تم التوافق بين الجانبين بشأن تكثيف التواصل الثنائي بين كبار المسؤولين بالبلدين وتبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المحافل الدولية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية،
وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب السفير أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة والسيد بندر العامري رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا سيادته على ما يجمع بين مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذي يعتبر جزءا من أمن مصر القومي. كما أكد السيد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا سيادته إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين السعوديين لدعم أنشطتهم في مصر. من جانبه نقل الدكتور ماجد القصبي إلى السيد الرئيس تحيات شقيقيه العاهل السعودي وولي العهد، مؤكدا قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمنا دور مصر المحوري بالمنطقة وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، مثمنا النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال السعوديين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر. كما شهد اللقاء التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري السعودي لدوره الهام في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، فضلا عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين شقيقين. وفي سياق متصل أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعلاء مبدأ منطقي ومفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب والانتصار دائما لدولة المؤسسات على حساب كل فكر آخر يهدف لبث الفرقة والانقسام والفتنة بين أهل البلد الواحد، وخلال استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب على هامش انعقاد الدورة العادية 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أكد الرئيس السيسي على حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربي والوطني ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا السادة وزراء إعلام الدول العربية المشاركين بالدورة 51 لمجلس جامعة الدول العربية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة الوزراء في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا سيادته على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في تأكيد الثوابت والقضايا العربية وكذا دعم التضامن والتعاون العربي في كافة المجالات. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي أرحب بكم أهلا وسهلا، وأنا سعيد بوجودكم في مصر وسعيد أن أنا ألتقي بكم، اسمحوا لي أن أنا أبدأ حديثي بهذه الكلمة لكم جميعا. السادة الوزراء، الحضور الكرام، بداية أرحب بكم في مصر بلدكم وبلد العرب جميعا، وإنه لمن دواعي سروري أن نجلس معا ونتحدث عن تحدياتنا المشتركة في عالمنا العربي الذي يبدو مستهدفا في استقراره وازدهاره. سادة الحضور، يتمثل التحدي الأول أمام وطننا العربي في دعاوى التطرف وعدم الاستقرار، ومنذ زمن ليس ببعيد كانت مصر كغيرها من دول المنطقة هدفاً للإرهاب الذي أراد أن يقيم دولته على أنقاض حضارة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتزامن مع ذلك وجود أهداف أخرى أرادت أن تقوض تماماً
من مفهوم الدولة الوطنية لصالح أفكار متطرفة. لو كان قدر لها أن تسود لعادت منطقتنا إلى الوراء قرونا طويلة، ولو كان قدر لمصر الوقوع تحت وطأة التطرف لتداعت باقي دول المنطقة تباعا، ولكن استطاع الشعب المصري استدعاء مخزونه وقدرته للتصدي لما كان يحاك لوطنه، لتبدأ بعد ذلك مصر مسيرة أزاح فيها عن نفسها أوجاع تلك الفترة التي بذلت فيها خير أبنائها. احنا قدمنا شهداء ومصابين كثر من الضباط، من ضباط الصف ومن الجنود في الشرطة وفي الجيش وفي القضاء وفي القضاء، ومن حتى من أطياف المجتمع مسلمين ومسيحيين على مدار السبع سنين اللي فاتوا. ووضعت نصب عينيها تعويض ما فات، وبدت مسيرة البناء والتنمية لكي تضع نفسها في المكان التي تستحقها ويستحقها الأشقاء العرب، ولكي تكون ذخرا لأشقائها كما كانت وكما هو مقدر لها أن تكون. هنا اسمحوا لي أفهمكم نقطة مهمة. هم تصوروا أن بالإرهاب إحنا هنوقف التنمية، هنوقف البناء، هنوقف كل شيء، ونحط كل مقدرات الدولة لصالح المواجهة الصدام. إحنا ما عملناش كده، إحنا كنا بنشتغل في خطين متوازيين تماما، بنتصدى للإرهاب والتطرف، وفي نفس الوقت وبنفس القوة قد يزيد جهد كبير جدا جدا بيبذل في الدولة في البناء والتنمية والتعمير، لأن الدولة عشان تبقى في كمون لمدة سبع سنين أو ثمان سنين، هي فترة الصراع اللي كانت موجودة، ده يؤدي إلى خراب لا نهاية له. وكمان المواطن عايز يعيش، والمواطن عايز يطمن، والمواطن عايز يحس إن البلد مستقرة وبتتقدم. ما كانش ممكن أبدا إن احنا نواجه الإرهاب، وكمان يبقى خطط التنمية اللي معمولة تبقى خطط تحقق آمال وأحلام المصريين ويزيد. ودايما كان حد بيسمع، أنا دايما أقول لهم ما تحقق في مصر هي خطوة، خطوة من ألف خطوة. ومن هذا المنطلق وضعت الدولة استراتيجيتها للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتي نجحت مرحلتها الأولى في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. فكان من ثمار ذلك أن ارتفعت موارد الدولة واستطاعت توجيهها بالشكل المناسب نحو ما يحتاجه المواطن المصري كقطاع الصحة والتعليم. اسمحوا لي هنا أتوقف أمامكم، وأنا يعني مش أنا بس حبيت أن أنا بما أنكم أشقاء لينا ومهتمين بينا زي ما احنا مهتمين بيكم، مهتمين باستقرارنا بإحنا زي ما احنا مهتمين باستقراركم، تعرفوا أن احنا واجهنا مشاكلنا بتجرد، مش بتصور سياسي، أن احنا عايزين نبقى موجودين في مكاننا وخايفين من مخاطر اتخاذ القرار الصعب. مخاطر اتخاذ القرار الصعب ده ما كانش وارد في الحساب. المهم الأول إن احنا نحل المسألة كما ينبغي لها أن تحل، وبالتالي كان ثقتنا في المصريين، كان ثقتنا في المصريين كشعب إنه هيتفهم إن مسار الإصلاح مسار له تكلفة، وبالتالي خدنا القرار ونفذنا المسار دوت، وكانت نتائجه يعني على الأقل أنتم كنتم متابعين ما يحدث في 2016 وحجم المشاكل اللي موجودة فيما يخص النقد الأجنبي وصعوبة التمويل وصعوبة تحويل الأموال للخارج وكلام من هذا القبيل. وكان ولو كنا استمرينا كده وما خدناش قرار الإصلاح الاقتصادي كان هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا في مصر ساعتها ودلوقتي، وخاصة مع موضوع الجائحة. ويمكن أنتم شايفين أن رغم الجائحة وتأثيرها السلبي علينا كلنا على العالم كله، لكن احنا ما زلنا نحقق معدل تقدم مناسب في ظل المسار اللي احنا انتهجناه وايضا النتائج اللي تحققت حتى الان. وبالتالي زي ما بقول كده كان الهدف الاول في القرار في الاختيار هي مصلحة الوطن. اصحاب المعالي على جانب اخر ادركت مصر حتمية تطوير البنية التحتية للارتقاء بتنافسية الاقتصاد، ولعلكم تلاحظون كلما زرتم مصر التطورات في البنية التحتية وفي المشروعات القومية. هنا أنا عايز أقول لكم من في 2013 و14 كنتم بتجدوا أن عندنا مشكلة في الطاقة، طاقة في كل منوحة، طاقة الكهرباء وطاقة الغاز،
البنيه الاساسيه كانت متهالكه ومتواضعه جدا جدا، وبالتالي انت ما فيش فرص انك انت تقول تعالى يا مستثمرين عندكم فرص استثمار في حاجه. هشتغل في مصر واعمل مصنع ازاي وانا ما عنديش طاقه كهربائيه؟ هشتغل ازاي وانا ما عنديش طاقه غاز للمصانع المطلوبه؟ هشتغل ازاي وانا المواني اللي موجوده مواني محتاجه تطوير؟ انا بقول لكم ان خلال السبع سنين اللي فاتوا دول استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نتجاوز كل ده. ما فيش عندنا مشكله طاقه، بل بالعكس عندنا فائض حوالي 25,000 ميجا من الكهرباء، والمواني تم تطويرها والمطارات جاري تطويرها، وبل بالعكس احنا عملنا مواني ومطارات جديده وشغالين في البنيه التحتيه حتى الان في مشروع الربط القطار الكهربائي اللي هيربط مواني البحر الاحمر بالبحر المتوسط والدوله المصريه بكل ما تعنيه هذه الكلمه. انا عايز اقول باختصار شديد ان البنيه التحتيه تلقت في مصر دفعه هائله كي تستطيع ان احنا نتحدث على ان البنيه التحتيه، انا بتكلم على بنيه الاتصالات، البنيه التحتيه انا بتكلم على المواصلات، البنيه التحتيه بتكلم على المواني، البنيه التحتيه بتكلم على كل ما تعنيه كلمه البنيه التحتيه، ومش بنيه تحتيه لا، بنيه تحتيه مناسبه لتلقي فرص الاستثمار حقيقه ولتطور الدوله بشكل او اخر، والتي تعكس حجم الانجاز المبذول في مجال تحسين ورفعه كفاءه شبكه الطرق والمواصلات وما يحدث باستوازه مع خطه تطوير المواني وشبكات النقل والشحن التي تهدف لان تجعل من مصر شريانا رئيسيا من شرايين التجاره العالميه. اصحاب المعالي، ان حركه البناء والتطوير التي تقوم بها مصر في الداخل تتكامل تماما مع تحركاتنا الخارجيه، فكلما خطونا خطوه باتجاه تقويه مجتمعنا انعكس ذلك على قوتنا خارجيا، ولعلكم تراقبون الديناميكيه والمرونه التي بات يتم بها تحركنا الخارجي. اسمحوا لي ان اؤكد لكم ان مصر ليست كغيرها من الدول، فهي لا تملك اي اجندات خاصه ولا تهدف للسيطره او الهيمنه ولا تقوم بتمويل جماعات وكيانات لزعزعه استقرار جيرانها، بل ان كل ما تهدف اليه هو ان تحمي مقدرات امنها القومي اولا حتى تتفرغ للاطلاع بدورها كقوه حكيمه ترى في استقرار المنطقه وتقدمها الهدف الاسمى لازم ننتظر ان تسعى اليه جميع دول المنطقه. بالمناسبه السياسه ديت مش سياسه مرحليه، مش سياسه مؤقته، لا لا، دي ثوابت السياسه المصريه. عدم التدخل في شؤون الدول دي احد ثوابت السياسه المصريه. عدم دعم الكيانات الارهابيه او المتطرفه او استخدامها كوسيله لتحقيق اهداف سياسيه دي احد ثوابت السياسه المصريه. التعاون من اجل البناء والتنميه والتعمير وعدم التآمر على الدول دي احد ثوابت السياسه المصريه، ما بتتغيرش. احنا ما عندناش وقت ولا جهد ولا فرصه ان احنا نتآمر ونخرب بلادنا وبلاد الاخرين ونعتبر ان ده في مصلحه قوميه. المصلحه القوميه لينا كلنا ان احنا نبقى مستقرين متطورين، والدول ما بتطلعش قدام غير كده. فاحنا ده دي ثوابت سياسه مش ثوابت مؤقته، دي ثوابت سياسه دائمه ان شاء الله. احنا بنتكلم في مصر دايما على ان هي المؤسسات الوطنيه هي الاساس في تقدم واستقرار الدول، ولا دور ولا مجال لاحد اخر يكون داخل الدوله له دور الا المؤسسه الوطنيه بمؤسساتها الوطنيه الفرعيه. وانطلاقا من هذا المبدا ندعو الى اعاده دور الدوله الليبيه الشقيقه على حساب منطق الميليشيات وسيطرتها، كما نقف الى جانب الحكومه الشرعيه في اليمن الشقيق لمواجهة مخططات التقسيم، ونساند لبنان الشقيق ومؤسسة الدولة فيه، كما أن هدفنا واحدة بالنسبة للعراق ولمستقبل سوريا، وذلك بطبيعة الحال إلى جانب دعمنا لنضال أشقائنا في فلسطين في سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، أخذا في الاعتبار أن هذا الدور الذي تطلع به مصر إيمانا بما يقع عليها من مسؤولية قومية تحتم وقوفها إلى جانب أشقائها العرب. ويهمني هنا أن أعبر عن تقديري وامتناني لما يوفره الأشقاء العرب بدورهم من دعم ومساندة لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لا سيما في قضية سد النهضة التي انخرطنا من أجلها في مفاوضات مضنية لفترة توشك على تجاوز السنوات العشر مع الجانب الأسيوي، سعيا للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة. وفي النقطة بتاعت سد النهضة أنا عايز أقول لكم باختصار، إحنا من أول لحظة أنا كنت توليت فيها المسؤولية
قلت إن أنا أتفهم التنمية لأشقائنا في أسيوبيا، وأتفهم التنمية لأي شعب، من حق الشعوب إنها تعيش وإنها تنمو، لكن وهي بتعمل ده ما يكونش على حساب حياة الآخرين. فإحنا قلنا إحنا متفاهمين إن أنتم عايزين تنتجوا طاقة كهربائية، لا شك في ذلك، لا بأس في ذلك، بس تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم إحنا وأشقائنا في السودان. ده نهر عابر للحدود، وإحنا دولة مصب، لكن مهم قوي إن أشقائنا يبقوا متفاهمين القضية وعدالتها، عشان وقفهم إحنا ما بنقولهمش وقفوا معانا عشان إحنا مصر وخلاص، لا، إحنا بنقولهم وقفوا مع مصر عشان عدالة القضية قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر. غير أن كل محاولتنا تم واجهتها بتعنت من الجانب الأثيوبي، مع ذلك فإن مصر لا تزال تحاول بوزل كل جهدها في الحفاظ على فرص إيجاد حلول هذه القضية عبر الحوار والتفاوض. السادة الحضور، ما بين تقوية الجبهة الداخلية في مصر وتعزيز تحركاتنا الخارجية تبدأ ملامح المرحلة الجديدة من الازدهار بمصر في الوضوح شيئا فشيئا، وسيكون انتقال الدولة إلى عاصمتها الجديدة إذانا ببدء هذه المرحلة، لتبدأ مصر بعدها في استكمال مسيرات نحو التقدم، ولكي تصبح مصر ذخرا لأبنائها من المصريين وأشقائها العرب، ولكي تظل علاقات التضامن بين الأشقاء هي أساس قوتنا ومكانتنا على الدوام. أنا برحب بيكم، أهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين، سعداء بيكم في بلدكم التاني مصر، وأتمنى تكون إقامتكم إقامة طيبة، وأتمنى لكم التوفيق، ونتمنى البعض جميعا التوفيق. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس، شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة العربية، وفي مقدمتها أهمية الدولة الوطنية ومكافحة الإرهاب كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة. بتوجيهات من الرئيس السيسي، التقى اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكبار المسؤولين عبد الحميد الدبيبة. وبتوجيهات من الرئيس السيسي أيضا، التقى رئيس المخابرات العامة مع محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي، حيث نقل رئيس المخابرات العامة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الليبية، وتأكيده على وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته في جهودها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحقيق ما يتطلع إليه الأشقاء في ليبيا، حيث استعرض آخر التطورات المحلية والأقليمية والأمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. ومن جانبه أعرب الدبيبة عن عميق شكره وتقديره لمصر رئيسا وشعبا على المواقف الداعمة لليبيا في كافة المحافل، وتطلعه للارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الثنائي بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. كذلك، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى مدينة بنغازي استكمالا لزيارته إلى ليبيا التي استهلها بزيارة للعاصمة الليبية طرابلس في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. التقى رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته لبنغازي بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، معربا عن تقدير مصر لجهود وتضحيات أبناء الجيش الليبي في محاربتهم للإرهاب وحفاظهم على مقدرات الشعب الليبي، ومؤكدا على استمرار الجهود المصرية لدعم الاستقرار في ليبيا، وأشار إلى أهمية المؤسسة العسكرية في تأمين الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الانتخابات العامة. ومن جانبه أكد المشير حفتر على تقديره العميق للاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لليبيا، والدور المؤثر الذي تلعبه مصر من أجل إنجاح الجهود السياسية وإعادة الاستقرار إلى ليبيا. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بملف تطوير النقل البحري لما له من تأثير مباشر على حركة الصادرات المصرية، لا سيما مع دول القارة الأفريقية. وخلال اجتماع لمتابعة تطوير منظومة النقل البحري، أشار مدبولي إلى أن إدراك الدولة لأهمية ملف النقل والشحن جعل هذا العنصر أساسيا ضمن حوافز برنامج رد الأعباء للتعزيز الصادرات المصرية. ووجه رئيس الوزراء باتخاذ الخطوات التنفيذية لتعزيز أسطول النقل البحري بعدد من السفن، وذلك بالتنسيق بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال.
بدأ العمل في المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور في مدينة 6 أكتوبر، والذي تم تزويده بالتقنيات الحديثة التي تسهم في إدارة الحركة المرورية إلكترونيا، وتحقق التكامل مع الوزارات لإتاحة الخدمات المرورية إلكترونيا أيضا، وذلك في إطار التطوير المتواصل الذي تشهده قطاعات وزارة الداخلية. منذ انطلاقة التحديث بكافة قطاعات وزارة الداخلية ووتيرة الإنجاز تسير بخطى سريعة، تغيرت معالم المنشآت الشرطية، وأصبحت الخدمات الجماهيرية تقدم للمواطنين بصورة حضارية وسريعة. قطار التطوير بالوزارة شمل الخدمات المرورية بهدف الوصول إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بصورة كاملة. لذلك جاء إنشاء وافتتاح المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور خطوة أخرى على هذا الطريق. المقر الجديد يضم مركزا للمعلومات مزود بأحدث الوسائل التكنولوجية طبقا للمواصفات القياسية العالمية لإنشاء مراكز البيانات. المقر الجديد يحتوي على مركز تشفير الملصق الإلكتروني مزود بماكينات تشفير بقدرة 50,000 ملصق يومياً، ويضم المقر مركزاً لإصدار كروت وتصاريح التشغيل والعلامات الإيضاحية لقائدي ومالكي مركبات النقل البري، وقاعة تدريب الضباط وأفراد المرور لشرح كافة التطبيقات الحديثة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات المرورية. ويقوم مركز المعلومات بتجهيزاته المطورة بضمان تنفيذ جميع التطبيقات لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين إلكترونياً، منها برامج التراخيص الموحدة لرخص القيادة والتسير، رصد وتحصيل المخالفات إلكترونياً، استخراج الملصق الإلكتروني، تشغيل محطات الفحص الفني الإلكتروني، موقع المزاد الإلكتروني لبيع حق استخدام الحروف والأرقام المميزة لصالح صندوق تحيا مصر، موقع بوابة مرور مصر، موقع بوابة مصر الرقمية، إضافة إلى دور المركز في تحقيق التكامل مع الوزارات والهيئات في تقديم الخدمات المرورية من خلال الربط الإلكتروني مع مراكز المعلومات بها. وعند استكمال منظومة النقل الذكي والتي من عناصرها الأساسية الملصق الإلكتروني، فإنها تتيح سداد رسوم بوابات تحصيل الرسوم إلكترونياً دون توقف المركبة ورصد المخالفات والكثافات على مدار اليوم. كما تم عقد العديد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات والهيئات الحكومية من أجل تيسير الخدمات والإجراءات المرورية للمواطنين، بما يتيح سداد الرسوم والضرائب والمخالفات والتأمين الإجباري إلكترونياً وإصدار وثائق التأمين الإجباري إلكترونياً لكافة أنواع المركبات، وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات التي مضى على صنعها 20 عاماً للعمل بالغاز الطبيعي. كما تم إنشاء أول مقر بمول سيتي ستارز لتقديم خدمات المرور الترخيصية خارج وحدات المرور دون التقيد بالنطاق الجغرافي من خلال برمجيات التكامل مع مركز معلومات الإدارة. ويأتي إنشاء المقر الجديد في ظل سعي وزارة الداخلية نحو التحديث والتطوير لكافة قطاعاتها لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، مع الحرص على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة عالية وصورة حضارية. بحثت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب مع محافظ الإسكندرية محمد الشريف ونائبة المحافظ جاكلين عازر سبل التعاون بين الأكاديمية والمحافظة، كما تم بحث كيفية الاستفادة من البرامج التي تقدمها الأكاديمية لتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة داخل المحافظة. وفي هذا السياق قام محافظ الإسكندرية بزيارة المتدربين في الأكاديمية من العاملين بمحافظة الإسكندرية ضمن البرنامج المنعقد لهم داخل الأكاديمية. نواصل هذه النشرة الإخبارية، ولكن بعد فاصل قصير نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
من جديد أهلا بكم لنشرة التاسعة من إكسترا نيوز في القاهرة. أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر في تصريحات لإكسترا نيوز أن هناك مساعي لترجمة خطة إعلامية كبرنامج طموح يشمل التدريب والزيارات المشتركة مع المملكة السعودية والإنتاج الفني والسوشيال ميديا. تم يمكن وضع النقاط الأساسية ومعالي الوزير يمكن خلال فترة قصيرة جدا هنعلن هذا البرنامج، وده هيبقى برنامج طموح من خلال الرؤى اللي طرحها الزملاء الإعلاميين، بيشمل التدريب والزيارات المشتركة والإنتاج الفني السوشيال ميديا والثورة الرقمية. ومعالي الوزير ركز على هذا الكلام أن نبدأ بهذه الدورة لأنها يعني هي المستقبل. وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الأمن القومي لم يعد من النظريات الغامضة، لكنه يحمل مفاهيم محددة تشمل عدة أمور، مؤكدا في تصريحات لإكسترا نيوز أن مصر بقيت صامدة بصمود الجيش المصري الذي حافظ على الدولة. الأمن القومي يعني لم يعد من النظريات الغامضة ولكن له مفاهيم محددة. الأمن القومي بيشمل عدة أمور، الشعب نفسه ووحدته، فممنوع على الإعلام أنه يعبث بوحدة الشعب. وحدة الشعب يعني في مصر عندنا مسلمين وأقباط، من يقترب من هذه القضية ليفسدها بيمس الأمن القومي المصري. عندنا مؤسسات الدولة وفي صدراتها القوات المسلحة، من يقترب من هذه المؤسسة بيمس الأمن القومي المصري، لأن الدول التي انهارت عندما انهارت جيوشها، ومصر بقيت صامدة لأن الجيش المصري بقي صامدا وحافظ على الدولة. ومن جانبه أكد وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي لإكسترا نيوز أنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة عمل برنامج تنفيذي مشترك لتوحيد الرؤية الإعلامية السعودية المصرية. أنا شاركت اليوم بحضور نخبة في هذا المكان القامة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكان فعلا هذا صلب النقاش، وخرجنا باتفاق أنه ضرورة عمل برنامج تنفيذي مشترك لتوحيد الرؤية الإعلامية السعودية المصرية. فمثل ما تفضلت، لا نريد أن نتكلم على العلاقات السعودية المصرية ولا البصمة المصرية الخاصة اللي زرعت في أذهاننا من طفولتنا. صحيح. تعلمنا على أساتذة مصريين، اتطببنا على دكاترة مصريين، تفرجنا على الأفلام المصرية والمسرحيات المصرية واللغة المصرية، كلها هذه عملت انسجام ثقافي. لكنه أتفق معك أنه هناك حاجة ماسة، وخرجنا منها من الاجتماع وشكلنا فريق عمل، وستكون إن شاء الله برنامج تنفيذي واضح لعمل رؤية موحدة إعلامية عربية مصرية سعودية بإذن الله. وأشار وزير الإعلام السعودي إلى أنه يشعر أن هناك جدية في الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا لإكسترا نيوز أن الأرقام تتحدث عن الإنجازات في ظل تغيير في بيئة الاستثمار، موضحا أن مصر كانت تعيش تحت ضغط واليوم هناك تفاؤل. لأول مرة أحس في مصر أنه في جدية في الإصلاحات. مصر اليوم تحتاج إصلاحات، مصر اليوم بحاجة إلى تحول في التشريعات، لكن هذا حاصل وهذا بدأ، مشوار طويل لكن بدأوا في فعلا جدية، والأرقام تقول هالكلام. أنا ما جاي يعني أقول، لكنه الحمد لله رحلة التطوير بدأت، وفي جدية في الإصلاحات، وفي فورية في العلاج، وفي تغيير في بيئة الاستثمار، وفي تسويق، وفي الدولة بتحاول تتخلص من كاهل كثير من الأشياء اللي هي، وهذا كله إيجابي. وبقى أقول كمان أنه المملكة تعيش رؤية طموحة. يعني الأمير سمو ولي العهد لما هندس وصنع الرؤية 2030 هي رؤية طموحة شاملة، اجتماعية اقتصادية سياسية كاملة، قطاعات جديدة انفتحت، كنا الدولة الوحيدة في العالم المرأة اللي مفهوم يعني كل هذا موجود. احنا نبغى نرجع نقول انه مصر اليوم كانت بتنطبخ تحت ضغط في السابق، اليوم الحمد لله والشكر لله في امل، في تفاؤل. انا لمسته هذا شخصيا،
أكلمك كل صراحة إنه في إحساس بالتفاؤل والأمل، وإن شاء الله إن شاء الله الله يعمر مصر وتستقر مصر وتنمو وتزدهر بأبنائها وبناتها وبشعبها وبقيادتها ويبعد عنها الشر كله. فاصل قصير ونواصل معكم هذه النشرة، كونوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد وإلى واشنطن، حيث أيد مجلس النواب الأمريكي إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002 والذي سمح بشن الحرب على العراق. ومن أجل تفعيل الإلغاء يجب أن يحظى هذا الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ، ويجب أيضا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا. في الولايات المتحدة أيضا حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن الجماعات الإرهابية قد تشكل تهديدا للأراضي الأمريكية ولحلفاء واشنطن. وأوضح أوستن أمام جلسة للكونغرس أن الجماعات الإرهابية قد تحتاج عامين لتطوير قدراتها. من جانبه قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي إنه يتفق مع التقدير الخاص بالفترة الزمنية، مشيرا إلى وجود مخاطر متوسطة في الوقت الراهن. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سفير أنتولي أنتونوف سيستأنف عمله في السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع المقبل. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الوزارة بدأت في دراسة جميع القضايا التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي عقب قمة جنيف. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أجواء القمة التي جمعته بنظيره الأمريكي جو بايدن كانت ودية، وأشار بوتين إلى أن روسيا عرضت على الولايات المتحدة منذ سنوات بدء الحوار حول الأمن السيبراني، لكن الجانب الأمريكي رفض، مشددا على أهمية توحيد جهود الدول في مكافحة الجرائم الإلكترونية. ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية أن جبهة جديدة في توترات ما بعد بريكزيت انفتحت بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي، وذلك بشأن مخاوف بروكسل من أن صناعة توربينات الرياح البريطانية تتم تفضيلها لعقود حكومية بمليارات الجنيهات وبدعم من حكومتي فرنسا وإسبانيا. وحذرت المفوضية الأوروبية مسؤولي المملكة المتحدة سرا من أن سياسة المشتريات الحكومية قد تكون خرقا للاتفاقية التجارية الموقعة عشية عيد الميلاد. أكدت وزيرة الصحة هالة زايد دعم مصر لزيادة الاستثمارات في مجال إنتاج لقاحات كورونا. وخلال اجتماعها مع وزيرة الدولة بوزارة التعاون الألمانية تم التباحث بشأن التعاون بين مصر وألمانيا في مجال توفير لقاحات كورونا. هذا وأشارت زايد إلى انخفاض معدل الإصابة بالفيروس بالتزامن مع تلقي المواطنين للقاح الذي بدأ إنتاجه محلياً. أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم موافقة مجلس الوزراء على السماح لغير الكويتيين من المقيمين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت. وأوضح المزرم أن قرار عودة المقيمين للكويت يدخل حيز تنفيذ اعتبارا من يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس المقبل شريطة إجراء البي سي آر في فحص الوصول قبل 72 ساعة بما يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.
أما فرنسا فتبدأ السماح بعدم ارتداء الكمامة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى إلغاء حظر التجول الليلي بسبب فيروس كورونا اعتبارا من 20 من يونيو الجاري. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس إن هذه القرارات جاءت عقب انخفاض الإصابات بالفيروس يوميا إلى ما يقرب من 3900 إصابة. العودة للحياة الطبيعية أصبح حلم تطوق الشعوب للوصول له في ظل جائحة كورونا التي أربكت العالم أجمع لعدة أشهر ووضعته أمام تحدي كبير لهزيمة هذا الفيروس. فرنسا من بين الدول التي سرعت عمليات التطعيم ضد كورونا لمحاولة الوصول إلى نقطة فاصلة ضد هذا الفيروس، وهو ما نجحت فيه حتى الآن بالإعلان عن تحسن الوضع الوبائي الداخلي. رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أعلن مؤخرا عن أنه سيتم تخفيف مزيد من القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا هذا العام، حيث سيصبح ارتداء الكمامات إجباريا في الأماكن المزدحمة فقط وفي المناطق المفتوحة. وأوضح المسؤول الفرنسي أنه لا يوجد أي تطورات مقلقة في أي منطقة بالبر الرئيسي، كما أن الوضع يتحسن في أراضي البلاد بالخارج. الوضع الصحي لبلدنا يتحسن بسرعة أكبر مما كنا نأمله. لدينا 3200 حالة إيجابية على مدى 7 أيام. لم يكن لدينا مثل هذا المستوى المنخفض منذ أغسطس الماضي، وهذا يتوافق مع بدء خطط السيطرة على الوباء، مما يتيح تتبعاً دقيقاً وشاملاً لجميع الحالات الإيجابية. وتجاوزت فرنسا عتبة 30 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبذلك تكون السلطات الفرنسية قد كسبت رهانها بعد أن كان تحقيق هدف 30 مليون متوقعا بعد أيام. وبالنظر إلى تطورات الوباء في فرنسا، سيكون باستطاعة الفرنسيين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع لأول مرة منذ نهاية أكتوبر، مع إعادة فتح المساحات الداخلية في المطاعم والصالات الرياضية وحمامات السباحة. وعلى الرغم من وتيرة التطعيم المطمئنة إلى حد ما في فرنسا، إلا أن البعض حذر من احتمال انخفاض الإقبال مع فصل الصيف، إذ إن مستويات التغطية ليس كافيا في حال استأنف الوباء نشاطه. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، وذلك بشأن إنشاء مقر المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للمنظمة في القاهرة. وقع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة المصرية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعن المنظمة جون بيير امباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في أفريقيا. ويتمثل الغرض من هذه الاتفاقية في تحديد الأحكام التي تنظم إنشاء مقر المكتب الإقليمي بالقاهرة وممارسة أنشطته على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. هذا وتستضيف القاهرة أعمال الدورة 25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وذلك بحضور رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة. وفي كلمته أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي وجود اهتمام مصري بتنمية العلاقات مع القارة الأفريقية. 25 من محافظي وعمد المدن الأفريقية أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية جاءوا إلى القاهرة لعقد دورة جديدة للمجلس التنفيذي للمنظمة. جدول أعمال هذه الدورة 25 سيتضمن بعض الزيارات والجولات للوفد الأفريقي لمشاهدة بعض الإنجازات التي حققتها مصر في بعض المجالات الحيوية. رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي في 2019، النجاحات اللي تحققت على مستوى الحكومات والمدن الأفريقية زي ما أكد مع الوزير اللي هو محمود شعراوي، استضافة مصر للمجلس التنفيذي في 2019، والنهاردة بيتم استضافته أيضا مع افتتاح المقر إن شاء الله النهاردة وحضور السادة أعضاء المجلس التنفيذي الجدد. لما يكون النهاردة بنعلن على تدشين المكتب إقليم شمال أفريقيا في مصر، بنتكلم على
مرحله بنستعرض تجاربنا المتعلقه بالعمل الحكومي وخصوصا في مجال المحليات، بنتكلم عن التطوير اللي شافته مصر او بتعمله مصر خلال الفترات اللي فاتت بخصوص من توفير السكن اللائق لاهالينا او تنميه في البنيه التحتيه او غيره، وان احنا ننقل خبراتنا دي مع الدول الافريقيه ونتعاون معاها بشكل كبير جدا. على مدار يومين وانطلاقا من دور مصر الفعال بدعم التعاون المشترك بين مصر والدول الافريقيه، يناقش الحضور وجهات النظر في ملفات التعاون وكيفية دعم التقدم على كافة الأصعدة بين مصر ودول القارة في العديد من المجالات. أشكر جمهورية مصر العربية قيادة وشعب على استضافة هذا اللقاء المهم وهذا الترحاب وكرم الضيافة. إن منظمتنا لها الشرف أن توقع اتفاقية شراكة مع جمهورية مصر العربية بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري. هذه الاتفاقية تنص على إحداث مقر دائم في القاهرة لمنظمتنا، وهذا اعتراف منا من المنظمة عن المجهود الكبير التي تقوم بها مصر في تأهيل حضري للمدن. وضمن فعاليات الاجتماعات سيتم استعراض أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية في تطوير المدن والتنمية المستدامة والبنية التحتية ومواجهة العديد من التحديات التي نجحت مصر في إيجاد حلول لها. حذر مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام من أن العالم أجمع أصبح معرضا لخطر الإرهاب، داعيا إلى تعاون دولي في مواجهته. وفي لقاء أمام مجلس اللوردات البريطاني عبر منصة زوم، أكد أن العالم لن ينجح في تحقيق أي تقدم ملموس في مواجهة الإرهاب إلا بتحمل كل طرف لمسؤولياته بجدية، وأشار إلى أن الإخوان ليست جماعة دعوية ولا علمية، بل هي جماعة إرهابية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في كل الدول أينما حلت بها، وأن رسالتها وغايتها الإرهابية لا تمت إلى الإسلام بأي صلة. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية الكحيل التابعة لمركز كفر البطيخ ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. نجح فريق العمل في المتحف المصري الكبير في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى. وأوضح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة عاطف مفتاح أن هذه هي التجربة الأولى ضمن سلسلة من التجارب التي تهدف لاختبار كفاءة العربة وقدراتها على التحمل أثناء عملية السير على المحاور المختلفة للطرق صعودا وهبوطا. واقتصادياً، أكد سفير مصر لدى تنزانيا محمد جابر أبو الوفا أن العلاقات المصرية التنزانية تشهد زخماً كبيراً منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدار السلام في أغسطس 2017. وخلال افتتاح ملتقى الأعمال المصري التنزاني، أكد السفير المصري بهذه المناسبة على أن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً ملموساً في اهتمام رجال الأعمال والشركات المصرية بالسوق التنزاني، سواء بغرض الاستثمار أو استكشاف الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية. استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد محاور خطة تنمية الأسرة المصرية بداية من التوعية ومرورا بالجوانب الصحية ووصولا لمحور تمكين المرأة المصرية. وخلال لقائها بالسفير إيب بيترسون مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث إمكانية التعاون في عدد من القضايا، أكدت الوزيرة على اهتمام القيادة السياسية بملف ضبط النمو السكاني، كما ناقشت أوجه التعاون مع المركز الديموغرافي في القاهرة وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وحول التنمية المستدامة أيضا، أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال لقائها مع السفير أب باترسون مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته لمصر لبحث تعزيز التعاون المشترك، أشارت المشاط إلى أن هذا الدور يأتي من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022 بين الجانبين. ختاما لهذه النشرة إذن نذكركم بأهم عناوينها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الذي يعتبر جزءا من أمن مصر القومي. الرئيس السيسي يشدد على أهمية الإعلام الرشيد في توعية الشعوب في مواجهة محاولات بث الفرقة والانقسام. بتوجيهات من الرئيس السيسي، اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي في بنغازي. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. قدمنا لكم هذه النشرة الزميل أحمد بشتو وأنا إنجي طاهر. دمتم في أمان الله.